السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ في المحاسبة عن القيمة العادلة، وهنبدأ مع بعض بالفصل الأول واللي هنتكلم فيه عن الإطار المفاهيمي للمحاسبة عن القيمة العادلة. الفصل ده بيتكون من 3 نقط. النقطة الأولى هنتكلم فيها عن أسس التقييم المحاسبي، وهنعرف إيه الفرق ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة. النقطة الثانية هنتكلم عن عناصر القيمة العادلة، والنقطة الثالثة هنعرف إيه هي مستويات المحاسبة عن القيمة العادلة. طيب، قبل ما نبدأ في الموضوع بتاعنا، عايزين نعرف الأول القيمة العادلة ظهرت منين، أو إيه هو التطور التاريخي للقيمة العادلة. طيب، إحنا في البداية كنا بنستخدم في التقييم أو القياس المحاسبي، يعني كنا بنستخدم القيمة السوقية للأصول والالتزامات. يعني إيه القيمة السوقية للأصول والالتزامات؟ يعني السعر بتاع الأصل أو الالتزام في السوق. ولكن اللي كان بيحصل إنه الإدارة أو إدارات الشركات يعني استخدمت الكلام ده بشكل سيء، بمعنى إن هي كانت يا إما بتبالغ في تقديرها للقيمة السوقية للأصول والالتزامات بتاعتها، يا إما كانت بتقلل من القيمة السوقية للأصول والالتزامات بتاعتها، بمعنى إن هي ما كانتش بتظهر القيمة السوقية للأصول والالتزامات بالصورة المظبوطة. فده كان بيؤدي إلى إيه؟ في حالة إن هي كانت بتزود من القيمة السوقية للأصول بتاعتها مثلاً، ده كان هيؤدي إلى إيه؟ إن هي الأرباح بتاعتها هتظهر بقيمة أعلى من الحقيقة. طب ده كانت بتعمله علشان مثلاً يا إما تغطي خسائر الشركة كانت بتحققها، أو إن هي كانت يعني بتبقى عايزة تظهر الأرباح بتاعتها بشكل كبير، وده طبعاً علشان تزود أسعار الأسهم بتاعتها في السوق. وعلى الجانب الآخر، الشركات أو إدارات الشركات كمان كانت ممكن تلجأ إلى إن هي تقلل من القيمة السوقية للأصول بتاعتها بهدف إن هي تقلل من الأرباح بتاعتها. ليه؟ لأغراض كتيرة، منها مثلا إن هي تتهرب ضريبيا. وطبعا علشان الأسباب اللي أنا قلتها، أو إنه كانت الشركات بتستخدم القيمة السوقية في إن هي تتلاعب في الأرباح بتاعتها، وكانت بتستخدم القيمة السوقية بهدف إن هي تظهر الأرباح بتاعتها على قيمة غير الحقيقة بتاعتها، ده كله أدى إلى إنه الهيئات والمنظمات الدولية والمهنية يعني قرروا إنه هم خلاص إنه القيمة السوقية بقت غير مناسبة في التقييم المحاسبي، ولقوا إنه مبدأ التكلفة التاريخية هيكون هو الأنسب في التقييم المحاسبي. طيب، ايه هو مبدأ التكلفة التاريخية؟ مبدأ التكلفة التاريخية ده بمنتهى البساطة ان انت لو اشتريت عربية، اشتريت اي اساس، اشتريت ارض، اي المكان اللي انت اشتريته، هيفضل يظهر في القوائم في التقارير والقوائم المالية يعني بنفس القيمة اللي انت اشتريته بيها. يعني مثلا لو انت اشتريت سيارة مثلا بمبلغ 300,000 جنيه سنة مثلا 2020، تمام؟ فالقيمة العربية دي هتفضل في القوائم المالية بتاعتك، هتفضل تظهر بال300,000 جنيه مهما تغيرت قيمتها في السوق. يعني أنا اشتريتها في 2020 ب300,000 جنيه، سنة 2021 هتفضل تظهر بال300، 2022 بال300، وهكذا. فبالتالي مبدأ التكلفة التاريخية ان انت هتقيم الاصل بتاعك بنفس القيمة اللي انت اشتريته بيها، سواء بقى القيمة دي قلت في السوق او زادت في السوق. طيب، هل الكلام ده بقى بيعكس الوضع المالي للشركة بشكل صحيح؟ لا، اكيد ما بيعكسوش بشكل صحيح. ليه؟ لانه انت هنا بتظهر الاصل بتاعك بقيمة غير القيمة الحقيقية بتاعته. فده طبعا كان بيؤدي الى انه كان بيأثر يعني على القرارات الاستثمارية والقرارات بتاعة الإدارة، لأنه طبعا التكلفة التاريخية دي كانت بتبقى تكلفة قديمة وكانت بتخضع لتحفظ محاسبي شديد. فمن هنا بدأت المنظمات المهنية تفكر في القيمة العادلة.
طيب القيمة العادلة بقى، القيمة العادلة إن أنت بتقيم الأصل أو الالتزام بتاعك بالسعر بتاعه اللي موجود في السوق في الوقت اللي أنت بتقيم فيه أو تمام. طيب إحنا كده يبقى أنت هنا اتنقلنا أو التطور التاريخي للقيمة العادلة كان كالآتي: في البداية كنا بنقيم بيه القيمة السوقية، لقينا إن هي فيها مشاكل والإدارة كانت بتسيء استغلالها، فاتنقلنا إلى التكلفة التاريخية ولقينا إن هي كان ليها مجموعة من العيوب، فده أدى إلى إن إحنا بقينا بنقيم بيه القيمة العادلة. طيب أول نقطة إحنا عايزين نعرف إيه الفرق بقى ما بين التكلفة التاريخية وما بين القيمة العادلة. طبعا زي ما اتفقنا انه التكلفة التاريخية انت اشتريت الاصل بتاعك يوم 1/1/2020 مثلا ب200 ألف، هتفضل تظهر في القوائم المالية بتاعتك بال200 ألف سواء زادت قيمة هذا الاصل او قلت. فبالتالي التكلفة التاريخية معناها ان انت بتقيم الاصول والالتزامات بتاعتك على اساس السعر النقدي للاصل او الالتزام ده في تاريخ الاقتناء او وقعة الالتزام. تمام، يعني انت هنا بتثبت الاصل او الالتزام بتاعك بالتكلفة بتاعته مش بالقيمة بتاعته. طيب انما ايه بقى القيمة العادلة؟ زي ما قلت ان انت بتقيم الاصل او الالتزام بتاعك على اساس ايه؟ السعر. يعني انت دلوقتي لو انت هتبيع العربية دي دلوقتي في الوقت الحالي هتجيب لك كام؟ انت كنت زمان شاريها ب200 ألف، بس انت دلوقتي لو بعتها هتجيب لك مثلا 180 ألف، يبقى دي هنا القيمة العادلة للسيارة. طب انت كنت شاري مثلا ارض مثلا بمليون، دلوقتي لما قررت ان انت تبيعها لقيت ان هي هتجيب لك مثلا 1,200,000، يبقى دي هنا القيمة العادلة للاصل بتاعك. فهنا تعريف القيمة العادلة ان انت بتقيم الاصل او الالتزام بتاعك على اساس السعر اللي انت هتحصله من بيع الاصل ده او هتدفعه علشان تسوي التزام معين. بس خد بالك انه الكلام ده لازم يحصل في معاملة منظمة، احنا هنعرف الكلام ده معناه ايه بعد شوية. لازم تكون معاملة منظمة ما بين المشاركين في السوق. امتى؟ اليوم اللي انت اللي بتتم بيه في العملية اللي هو في تاريخ القياس وفي ظروف السوق الايه الحالية. طيب عايزين نعرف المزايا بتاعة التكلفة التاريخية والقيمة العادلة. طبعا التكلفة التاريخية طبعا كانت موضوعية وسهلة وموثوق فيها، لانه انت خلاص اشتريت الارض بالمليون، فخلاص دي حاجة معروفة وليها الاثباتات بتاعتها. تمام، سهل، طالما هي ليها اثبات يبقى سهل ان انت تتحقق هل هي صحيحة ولا لا. كمان التكلفة التاريخية ما بتعتمدش على الحكم الشخصي، لا ده هي بتعتمد على المبلغ اللي انت دفعته بالفعل، تم دفعه بالفعل. كمان احدى عيوبها ان احدى مزاياها عفوا انه انت بتسجل بيه القيمة الاصلية، ما بتعملش اي تعديلات عليه، يعني ما فيش اي حكم شخصي في الموضوع. طيب المزايا بقى بتاعة القيمة العادلة ان هي بتعبر لك عن القيمة الحقيقية للاصول والالتزامات بتاعتك. زي ما قلت انت كنت شاري الارض من سنتين بمليون جنيه، بس هي قيمتها الحقيقية دلوقتي في السوق 1,200,000، فبالتالي لما تظهر 1,200,000 كقيمة للأرض ديت فأنت هنا بتعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركة بتاعتك. الميزة بتاعتها التانية إن هي بتاخد في اعتبارها التغيرات بتاعت الأسعار، لأنه زي ما قلت قيمة الأرض هنا زادت بكام؟ ب200 ألف، فأنت هنا خدت التغيرات الأسعار في الحسبان. لو في أي تضخم حصل، لو القيمة الشرائية للنقود بتاعتك قلت مثلا، فكمان القيمة العادلة بتاخد كل الكلام ده في الاعتبار. كمان في حاجة مهمة جدا إن أنت لو هتشتغل بالقيمة العادلة فأنت لو حققت أي مكاسب أو أي خسائر وأنت بتعيد التقييم فأنت هتاخدها في اعتبارك وهتظهرها في القوائم المالية بتاعتك. كمان بما أن القيمة العادلة قايمة على القيمة الحقيقية في تاريخ القياس، فطبعا هتساعدك على أن أنت تحسن من القدرة التنبؤية بتاعتك. ليه؟ لأن القيمة بتاعتك يعني هتكون خلاص هي قيمة حقيقية أو قريبة من الحقيقة، فده طبعا هيحسن من التنبؤ بتاعك. كمان هيبقى سهل ان انت تقارن ما بين الفترات المالية بتاعتك المختلفة والمقارنة بتاعتك، يعني لو في حالة ان انت تستخدم القيمة العادلة يبقى المقارنة بتاعتك هتكون مجدية بشكل اكتر من استخدامك للتكلفة التاريخية. طيب زي ما قلنا المزايا بتاعت كل مدخل، اكيد برضو كل مدخل ليه عيوب. فانت مثلا لو بصيت على التكلفة التاريخية
هتلاقي ان هي طبعا ما بتعبرش عن القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات. ليه؟ لأن انت الأرض كنت شاريها من سنتين بمليون جنيه، بس هي قيمتها دلوقتي مليون و200. فانت لو اشتغلت على التكلفة التاريخية اللي هي المليون، يبقى انت هنا بتظهر الوضع المالي بتاعك بشكل غير حقيقي او غير مظبوط. والعيب التاني ان هي ما بتاخدش في اعتبارها تغيرات الاسعار او ظروف التضخم او القوى الشرائية. كمان ما بتعترفش بالمكاسب والخسائر بتاعة إعادة التقييم، ده بالإضافة إلى إن هي يعني لو أنت هتستخدمها في التنبؤ ما ينفعش أصلا تستخدمها في التنبؤ، لأنه القيم بتاعتها بعيدة تماما عن القيم الحقيقية. يعني باختصار شديد، العيوب بتاعة التكلفة التاريخية هي نفس المزايا بتاعة القيمة العادلة. طيب العيوب بقى بتاعت القيمة العادلة ايه؟ ان انت احيانا بيكون صعب ان انت تقدر القيمة العادلة بشكل دقيق، خاصة في حالة الأسواق غير النشطة، وهنعرف الفرق ما بين السوق النشط والسوق غير النشط بعد شوي. طيب تاني حاجة، ان القيمة العادلة كمان بتعتمد على الحكم الشخصي، لان انت بتقيم انا الارض دي كنت شاريها من سنتين بمليون، طب هي دلوقتي تساوي كام؟ فانت هنا بتستخدم الحكم او التقدير الشخصي بتاعك. كمان طبعا القيمة العادلة هتحتاج منك ان انت تبذل جهد كبير، وهتاخد كمان منك وقت طويل، او مش وقت طويل يعني، بس هتاخد منك وقت في ان انت تقدرها. طيب بعد ما اتكلمنا عن الفروق اللي ما بين التكلفة التاريخية، الفرق ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، هنبدأ نتكلم عن ايه هي عناصر القيمة العادلة. طيب عناصر بقى القيمة العادلة، خلينا كده نشوف تاني التعريف بتاع القيمة العادلة. قالك ان انت بتقيم الأصول والالتزامات، يبقى انت عندك أول عنصر من عناصر القيمة العادلة هي ايه؟ الأصل أو الالتزام بتاعك، على أساس السعر اللي انت هتحصله من بيع الأصل أو اللي انت هتدفعه علشان تسوي التزام. يبقى انت عندك هنا تاني عنصر من عناصر القيمة العادلة، السعر اللي هو ايه؟ المبلغ، القيمة اللي انت هتاخدها لو بعت العربية أو أي مكان اللي انت هتبيعه، او ان انت هتسوي السعر يعني اللي انت هتحصله لو بعت ايه هذا الاصل في معاملة منظمة ما بين المشاركين في السوق. احنا السوق بتاعنا المشاركين في السوق، يعني انت ممكن تكون انت العميل او المستهلك وبتشتري من تاجر جملة او تاجر تجزئة. فالمهم انه العملية دي بما ان هي فيها بيع وشراء، فانت المشاركين في السوق هنا هيبقى عندك بايع ومشتري، خلاص؟ طيب يبقى انت زي ما اتفقنا انه العناصر عندنا هنا السعر زي ما قلنا، القيمة اللي انت هتحصلها، والاصل او الالتزام، والمشاركين في السوق، وقلنا ان انا عندي الطرف الاول بايع والطرف الثاني المشتري. طيب زي ما قلت هنا السعر اللي هو القيمة اللي انت هتحصلها من بيع الاصل، طبعا الاصل او الالتزام اللي انت بتشتغل عليهم. تالت حاجة بقى السوق النشط. السوق النشط دي معناها ايه؟ معناها ان انت السوق بتاعك دوت في عدد كبير من البائعين والمنافسين، يعني مفيش احتكار في السوق ده. زي مثلا اسعار الاسهم مثلا بتبقى متداولة في البورصة، تقدر ان انت تستدل على سعر السهم بمنتهى السهولة. طيب عندك بقى المشاركين في السوق، زي ما قلت ان انت السوق بتاعك ممكن يكون سوق مستهلكين، تاجر جملة، تاجر تجزئة الى اخره. فالعملية ديت او عملية البيع والشراء لازم لما تتم يكون الاطراف بتوع عملية البيع والشراء، يعني اللي هو البائع والمشتري، لازم يكون عندهم رغبة في التبادل، ما يكونش في إجبار في الموضوع. زي مثلا هو افلس فلازم مثلا ان هو يصفي او الكلام ده، تمام؟ طيب وخد بالك ان انت لما هتيجي تقيم القيمة العادلة بتاعتك، ممكن تلاقي اسعار معلنة، ده في حالة ان انت السوق بتاعك هيكون سوق نشط. في الحالة دي هنعتمد على تقدر يعني تعتمد على القيمة السوقية كقيمة عادلة. ولو في حالة ان انت مفيش اسعار معلنة، يعني السوق بتاعك كان سوق غير نشط، فانت في الحالة دي تقدر تعتمد على مدخل التكلفة او السوق او المدخل. النقطة اللي بعد كده بقى هنتكلم فيها عن مستويات المحاسبة عن القيمة العادلة.
طيب هنا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 ومعيار المحاسب المصري رقم 45 قالوا إن إحنا في عندنا 3 مستويات نقدر نحدد من خلالهم القيمة العادلة. المستوى الأول ده أنت بتستخدمه لو أنت في عندك سوق نشط. في حالة إن أنت في عندك سوق نشط فأنت تقدر تحصل على القيمة بتاعة الأصول أو الالتزامات دي بمنتهى السهولة، فبتلاقينا بيبقى ليها أسعار معينة لنا يعني، او تقدر ان انت تحصل عليها بمنتهى السهوله. فبالتالي المستوى ده بيعتبر اكثر المستويات موضوعيه، لان هو زي ما قلت بيعتمد على الاسعار المعلنه، يعني بيعتمد على البيانات بتاعه السوق. فبالتالي لو انت هتستخدم المستوى ده، ده معناها ان انت مفيش اي تقدير شخصي بيدخل في الموضوع. إنما بقى في المستوى التاني، فأنت أول حاجة بتعملها بتشوف هل عندك سوق نشط ولا لأ. في حالة إن أنت عندك سوق نشط تقدر تدور فيه على أصول شبه الأصل اللي أنت هتبيعه أو هتشتريه مثلا. في حالة إن أنت ملقتش أي أصول والتزامات مشابهة للأصل أو الالتزام اللي أنت هتشتغل عليه في سوق نشط، تبدأ تدور في الأسواق الغير نشطة. طيب فطبعا في ضوء اللي أنا قلته ده، نقدر نقول إن المستوى التاني ده بيكون أقل موضوعية من المستوى الأول، لأن هو بيتدخل فيه قدر من التقدير الشخصي، نظرا لأن أنت بتدور على حاجة شبه الحاجة اللي أنت بتبيعها. أما المستوى الثالث بقى، المستوى الثالث أنت ما بيبقاش فيه أصلاً أي بيانات أو أي حتى أصول والتزامات مشابهة للأصل أو الالتزام اللي أنت بتشتغل عليها، فبالتالي المدخل ده بيعتمد بشكل كلي على الحكم الشخصي أو التقدير الشخصي. طيب نبدأ بقى نشوف الأسئلة بتيجي إزاي. طيب ناخد بالنا، احنا طبعا هنتكلم الاول هنوضح ازاي ممكن نقيس التكلفة التاريخية. بيقول لك انه التكلفة التاريخية للاصل هتحط انت اشتريتها بكام، يعني دفعت كام علشان هي تجيلك، زائد هتحط اي مصاريف تانية لحد ما الاصل دوت يوصل للموقع اللي انت هتستخدمه فيه. وطبعا لو في اي مصاريف تانية لازمة علشان الاصل ده يصبح جاهز للاستخدام. طيب لو انت عندك خصم تجاري لازم هتشيله من ثمن الشراء، لو انت عندك ضرائب مستردة لازم هتشيلها من المبلغ الإجمالي، لو انت عندك التجربة، لو انت عندك الأصل ده طبعا انت بتحطه الأول او بتعمل له اختبار، فلو انت بتعمل له اختبار انتجت حاجة فانت هتشيل برضو قيمة هذا الانتاج. علشان الكلام برضو يبقى واضح، بيقول لك هنا ان احنا عندنا الشركة دي استوردت آلة يوم 1/7/2020 بمبلغ 60,000 دولار. طيب وكان سعر الصرف يوميها 15 جنيه. طيب وبعد كده ادالك تكلفة نقل وادالك تكلفة تأمين وعندك رسوم جمركية وضرائب وعندك ضرائب مستردة وعندك تكاليف اختبار للآلة وعندك انتاج يعني الآلة وهم بيختبروها تم انتاج يعني عدد من الوحدات وكانت قيمة الوحدات ديت 10,000 جنيه. وقال لك في الآخر إنه القيمة التخريدية للآلة دي كانت 10% من التكلفة الأصلية. طيب وقال لك إنه العمر المقدر للآلة 10 سنين. طيب أنا قلت عشان أحسب التكلفة التاريخية فأنا هيدخل معايا تمن الشراء، هيدخل معايا أي مصروفات تانية لحد ما الأصل يوصل للموقع اللي أنا هستخدمه فيه، وأي مصاريف تانية هصرفها عليه لحد ما الأصل ده يصبح جاهز للاستخدام. طيب خلينا نشوف أول حاجة تمن الشراء. عندي هنا تمن الشراء كان 60,000 دولار وكان سعر الصرف 15 جنيه للدولار. يبقى أنا عندي تمن الشراء هنا 60,000 دولار في 15 جنيه، يبقى تمن الشراء كان 900,000 جنيه. طيب نحسب بقى المصروفات التانية علشان نضيفها لتمن الشراء. فاحنا عندنا هنا المصروفات الأخرى كان عندنا إيه بقى؟ قالك هنا إنه في تكلفة نقل كانت قيمتها 40,000 جنيه، وقال لك إنه في تكلفة تأمين قيمتها 30,000 جنيه، وقال لك إنه في رسوم جمركية وضرائب قيمتها كام؟ 55,000 جنيه، بس قال لك إن في منها 5,000 جنيه ضرائب مستردة. يبقى هل هناخد هنا 55,000 بالكامل؟ لا، لازم هنستبعد 5,000 جنيه بتوع الضرائب المستردة. فبالتالي يصبح البند بتاع الرسوم الجمركية والضرائب هيبقى 50,000 جنيه. بعد كده قال لك إنه تكاليف اختبار الآلة كانت 50,000 جنيه،
وبعد كده قال لك انه هيتم استرداد مبلغ 10,000 جنيه عن طريق ان هو هيبيع الانتاج اللي تم انتاجه خلال مرحلة الاختبار. فبالتالي لو كنا جمعنا الكلام ده في المصروفات الاخرى، هتلاقي ان انت عندك المصروفات الاخرى عبارة عن 40,000 جنيه تكلفة نقل، 60,000 جنيه تكلفة تأمين، 50,000 جنيه رسوم جمركية وضرائب، و50,000 جنيه تكلفة اختبار، وهنشيل من الكلام ده 10,000 جنيه بتوع بيع انتاج الاختبار. فلما تجمع الكلام ده كله هيطلع التوتال عندك 190,000 جنيه. فبالتالي هنلاقي ان التكلفة التاريخية للآلة يوم 1/7/2020 هتبقى 900,000 جنيه اللي هم تمن الشراء زائد 190,000 جنيه اللي هي المصروفات الاخرى. فبالتالي هيصبح التوتال عندنا 1,900,000 جنيه. طيب الحالة التانية اللي عندنا بيقولك انه الشركة دي استوردت آلات برضو بمبلغ 800,000 يورو، وكان سعر الصرف 20 جنيه يوميها لليورو، وقالك انه في تكلفة شحن 60,000، تكلفة تأمين، وفي رسوم وجمارك 80,000، وفي تكاليف التركيب 40,000، وتكاليف الاختبار 40,000، وانه تم استرداد مبلغ 20,000 جنيه لما باع المنتجات اللي تم انتاجها اثناء مرحلة الاختبار، وقال لك انه في قيمة تخريدية للالات ب 120,000 جنيه، وانه العمر الانتاج ليها 10 سنين. فبرضو عايزين نحسب التكلفة التاريخية بتاعتها، زي ما قلت انه التكلفة التاريخية عبارة عن تمن الشراء واي مصروفات انت بتصرفها على المنتج لحد ما يوصل للموقع اللي انت هتستخدمه فيه، زائد اي مصروفات تانية انت هتصرفها عليه لحد ما هذا الاصل يصبح صالح للاستخدام. طيب اول حاجة تمن الشراء، قالك ان هما كانوا 80,000 يورو، واليورو يوميها كان ب20 جنيه، فاذا انت عندك تمن الشراء ب1,600,000. طيب نروح للمصروفات الاخرى، كان عندنا تكلفة شحن ب60,000 جنيه، كان عندنا تكاليف تأمين ب80,000، وكان عندك رسوم جمركية وضرائب ب80,000، وكان عندنا تكاليف تركيب ب40,000، وكان عندنا تكاليف اختبار ب40,000 جنيه. الكلام ده كله هيتجمع، ولكن فأثناء يعني مرحلة الاختبار تم إنتاج وحدات، فالوحدات ديت لما اتباعت بمبلغ 20,000 جنيه، فدول هنطرحهم. فبالتالي المصروفات الأخرى هتكون 280,000 جنيه. فبالتالي لما أحسب التكلفة التاريخية هاخد ثمن الشراء اللي هو 1,600,000 جنيه، أضيف عليه 280,000 جنيه اللي هما بتوع المصروفات الأخرى، فالإجمالي عندنا هيكون 1,880,000 جنيه. طيب المثال اللي بعد كده بيقول لك انه هنا بقى بيقول لك انه الشركة دي استوردت معدات بمبلغ 1,800,000، وكان في تكلفة شحن 45,000، وتكلفة نقل لمقر الشركة ب60,000، والرسوم والجمارك رسوم الجمارك والضرائب كانت 80,000، وكان في 5,000 جنيه ضرائب مستردة. وقال لك انه تكاليف التركيب كانت 90,000 جنيه، وتكاليف الاختبار كانت 90,000 جنيه، وقال لك ان الشركة دي خدت خصم تجاري قيمته 10%. طيب احنا برضو متفقين ان التكلفة التاريخية عبارة عن ان انت بتاخد ثمن الشراء وبتضيف اليها اي مصروفات تانية لحد ما هذا الاصل يوصل للموقع اللي انت هتستخدمه فيه، زائد اي مصروفات تانية انت هتصرفها عليه علشان خاطر يكون صالح للاستخدام. وكنا كاتبين ملحوظة هنا ان انت لو في عندك خصم تجاري هتستبعده منين؟ من تمن الشراء، يعني من الاجمالي بتاع التكلفة التاريخية، ولا من تمن الشراء بس؟ من تمن الشراء بس. فبالتالي حل التمرين بتاعنا هيبقى ازاي؟ ان انت هتاخد ثمن الشراء اول حاجة، وهتخصم منه الخصم التجاري. فهنا كان قايل لك انه سعر الشراء هنا كان ب1,800,000 جنيه مصري، هنا انت مش محتاج تحول لحاجة، لان هو هنا القيمة مشتريها القيمة حطتها لك بالجنيه المصري، فانت هتاخد 1,800,000 جنيه. بس تاخد بالك ان هو في الاخر في اخر التمرين قال لك ان في خصم تجاري كانت قيمته 10%، يبقى انت هنخصم 10% دول من تمن الشراء. يبقى انت عندك تمن الشراء بعد ما تخصم منه الخصم التجاري هتحسبه ازاي؟ هتاخد 1,800,000 اللي هم تمن الشراء ناقص 1,800,000 في 10، فهيتلاقي انه التمن الشراء هيطلع عندك في النهاية خالص 1,620,000 جنيه.
طيب تعالوا بقى نحسب المصاريف التانية. كان قايل لك أول حاجة إن أنت كان في عندك تكلفة شحن بكام؟ ب45,000 جنيه، زائد تكاليف النقل اللي هي 60,000 جنيه، وكان عندك جمارك وضرايب 80,000 جنيه، بس خد بالك إن في 5,000 جنيه ضرايب مستردة، يبقى لازم هنشيلها من 80,000 جنيه. فأنا لما أجي أضيف الرسوم الجمركية والضرايب هضيفها بمبلغ 75,000 جنيه بدلا من 80,000 جنيه. طيب وبعد كده قال لك انه تكاليف التركيب 90,000 هنضيفها، زائد ان هو الوحدات المنتجة اثناء مرحلة الاختبار لما باعها كانت قيمتها 90,000 جنيه، يبقى المصروفات الاخرى لما تحسبها تلاقي ان هم 360,000 جنيه. طيب يبقى انا عندي التكلفة التاريخية هنا ثمن الشراء اللي هو كان 1,620,000 زائد 360,000 جنيه المصروفات الاخرى، يبقى انت عندك هنا التكلفة التاريخية بكام؟ 1,980,000 جنيه. طيب خلينا بقى نشوف كده الأسئلة دي. بيقولك هنا إنه بيتم تقييم الأصول والالتزامات على أساس السعر النقدي لتلك الأصول والالتزامات، وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو وقعة الالتزام. أنا قلت طالما هنتعامل على السعر النقدي بتاع تاريخ الاقتناء، تاريخ الإيه؟ الاقتناء، فأنا هنا بنتكلم عن التكلفة التاريخية. طيب بيقول لك انه بتتميز ايه بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها، وده لان الاسعار بتكون محددة ومعروفة بالكامل لما الصفقة او المعاملة التجارية بتحصل، وبتكون غير قابلة للجدل او التغيير. طبعا احنا عارفين هنا ان هو بيتكلم عن التكلفة التاريخية، لان زي ما قلنا لسه ان هي بتتحدد على اساس السعر النقدي في تاريخ اقتناء الايه؟ الاصل. طيب السؤال الثالث بيقول لك انه بتتميز نقط بان هي واقعية نظرا لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة ليها. طبعا احنا عارفين هنا ان هو بيتكلم عن التكلفة التاريخية. طيب 4، البيانات المالية المعدة بموجب ايه بتتميز بالدقة العالية، بالاضافة الى ان ليها اساس حقيقي وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي. برضو زي ما عارفين ان هو هنا اكيد بيتكلم عن التكلفة التاريخية، لان زي ما قلت ان هي بتبقى محددة بمستندات اللي هو وبيبقى مثبت فيها تمن الشراء والمصروفات إلى غير ذلك يعني، فبالتالي مفيش أي تقدير شخصي بيدخل في الموضوع يعني. طيب بيقولك المبدأ الأكثر موضوعية في قياس الأصول والالتزامات، ده برضو بيعتبر التكلفة التاريخية. طيب أحد عيوب مبدأ إيه؟ إن هو ما بياخدش في حسبانه تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والالتزامات، وده طبعا ممكن يؤدي الى تعقيدات واضطرابات في القوائم الماليه. طبعا عارفين ان التكلفه التاريخيه هي اللي ما بتاخدش في حسبانها تغيرات الاسعار، انما طبعا القيمه العادله اكيد هي اللي بتاخد في حسبانها تغيرات الاسعار. طيب بيقولك من مشاكل تطبيق مبدأ إيه؟ إنه في ظل فترات التضخم وارتفاع الأسعار، التكلفة اللي هتظهر بيه القوائم المالية هتكون أقل بكتير من تكلفة الاستبدال الحالية. طبعا برضو عارفين هو هنا بيتكلم عن التكلفة التاريخية، لأنه في الحالة دي هيكون السعر مثبت بثمن الاقتناء، السعر النقدي في تاريخ الاقتناء، واللي طبعا ممكن يكون مختلف بشكل كبير عن السعر النقدي للأصل ده في الفترة اللي احنا بنتكلم عنها او بنعد عنها القوائم المالية. بعد كده بيقول لك انه من مشاكل تطبيق مبدأ ايه؟ ان هي بتظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للاصول غير المالية، وانه ما بيتمش الافصاح عنها. انه في التكلفة التاريخية طبعا انت بتسجل بالتمن اللي انت اقتنيت بيه الاصل، فبالتالي لو في اي مكاسب او خسائر بتحصل طبعا ما بيتمش الافصاح عنها. طيب من مشاكل تطبيق مبدأ ايه؟ ان هي بتظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين، انما ما بيتمش الافصاح عنها، برضو زي ما لسه قايلين التكلفة التاريخية. طيب وفقا لمدخل ايه؟ بيتم تسجيل الأحداث الماضية في القوائم المالية، وما بياخدش في اعتباره الأحداث الحالية والمستقبلية، وما بيستندش إلى معلومات عادلة بتعكس الوقائع الاقتصادية. طبعا زي ما قلنا أنه بما أنه في التكلفة التاريخية احنا بنعتمد على السعر النقدي في تاريخ اقتناء الأصل، فبالتالي لو في اي احداث حاليه اثرت على هذه القيمه يعني ما بيتمش اخذها في الاعتبار، وده طبعا بيأثر على عداله القوائم والتقارير الماليه.
طيب بيقول لك بعد كده انه مدخل A بيساعد على اظهار بنود الحسابات المختلفه بالقيمه الاقرب الى الواقع في تاريخ اعداد المركز المالي. طبعا احنا عارفين ان هو هنا بيتكلم عن القيمه العادله، لان زي ما قلت ان هي بتستند الى اسعار السوق. طيب بيقول لك انه في ظل مدخل A بياخد في اعتبار، بيتم الاخذ في الاعتبار القوه الشرائيه للنقود والتغييرات في مستوى الاسعار. طبعا احنا قلنا ان الكلام ده من مزايا القيمه العادله. طيب بيقول لك اي مما يلي من ضمن الانتقادات اللي توجهت لمبدا المحاسبه عن القيمه العادله، ان هي ما بتعكسش ظروف السوق. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان هي بتاخد او بتعكس الظروف بتاعه السوق، لانه هي اصلا بتستند على البيانات بتاعه السوق. طيب ان هي بتتجاهل القوه الشرائيه للنقود، طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان هي بتاخد في اعتبارها التغيرات في القوى الشرائيه للنقود. نقص الشفافيه، طبعا الكلام ده برضو مش مظبوط، لانه لما بيتم التقييم باستخدام القيمه العادله فبيبقى فيه شفافيه كبيره نظرا لاعتمادك على بيانات السوق. فطبعا كل الكلام ده لا يعد من ضمن الانتقادات الموجهه لمدخل المحاسبه عن القيمه العادله، فبالتالي الاجابه الصحيحه هي لا شيء مما سبق. طيب بيقول لك اي مما يلي بيعد من ضمن الانتقادات اللي توجهت لمدخل المحاسبه عن التكلفه التاريخيه. قال لك انه هي ما بتعكسش ظروف السوق، الكلام ده مظبوط. هل التكلفه التاريخيه بتتجاهل القوى الشرائيه للنقود؟ برضو الكلام ده مظبوط. هل التكلفه التاريخيه بتؤدي الى نقص الشفافيه؟ برضو الكلام ده مظبوط. فبالتالي نقدر نقول ان كل ما سبق بيعتبر من الانتقادات اللي توجهت لمدخل المحاسبه عن التكلفه التاريخيه. بعد كده بيقول لك أي مما يلي بيعد من ضمن مزايا المحاسبة عن القيمة العادلة. هل ما بتاخدش في اعتبارها مستوى التضخم؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن هي بتاخد في اعتبارها مستوى التضخم. هل إن هي ما بتتجاهلش القوة الشرائية للنقود؟ هي فعلا بتاخد في اعتبارها القوى او التغيرات في القوى الشرائيه للنقود، فبالتالي هي لا تتجاهل القوى الشرائيه للنقود، فبالتالي دي من ضمن مزايا القيمه العادله، فدي طبعا بتعتبر هي الاجابه الصحيحه. انما جيم هنا بيقول لك ان هي ما بتحتاجش الوقت ولا جهد ولا تكلفه، طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان وانت بتقدر القيمه العادله فهي هتاخد منك مجهود وهتاخد منك وقت. طيب بعد كده بيقول لك اي مما يلي بيعد من ضمن الانتقادات اللي توجهت لمدخل المحاسبه عن القيمه العادله. نقص الشفافيه، ده طبعا ميزه فيها مش عيب. تجاهل عفوا، ده عيب مش ميزه. عفوا دي نقص، نقص الشفافية هي لا، القيمة العادلة بتتميز بأن هي بتؤدي إلى وجود شفافية كبيرة. طيب النقطة الثانية بيقول لك أنه تجاهل القوى الشرائية للنقود دي إحدى الانتقادات بتاعة القيمة العادلة. لا طبعا، لأن هي بتاخد في اعتبارها القوى الشرائية للنقود، ولكن آخر حاجة أنه هي فعلا بتحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة، فبالتالي دي بتعتبر الإجابة الصحيحة. طيب بعد كده بيقول لك انه في ظل مدخل A بيكون صعب ان انت تقارن ما بين المراكز الماليه لمنشات خلال الفترات الزمنيه المتتاليه. طبعا ده مدخل التكلفه التاريخيه، لان انت بتبقى عامل بتبقى بتثبت القيم بتاعتك وفقا للسعر النقدي في تواريخ الشراء، فانت بتتجاهل بقى التغيرات في بتتجاهل التغيرات في القوى الشرائيه، بتتجاهل مستويات التضخم، فده كله طبعا بيخلي انه صعب عليك ان انت تعمل مقارنه مجديه يعني ما بين المراكز الماليه للمنشات خلال فترات زمنيه مختلفه. طيب بعد كده بيقول لك اي من المقاييس التاليه بيعتبر افضل وانت بتقيم الادوات الماليه والاصول الماليه والممتلكات والاستثمارات العقاريه والمنتجات الزراعيه؟ طبعا القيمة العادلة. طيب بعد كده بيقول لك انه مدخل A بيعكس سعر السوق الحالي، يعكس مدخل A سعر السوق الحالي للأصول والالتزامات، وبيوفر معلومات ملائمة لمستخدمي القوائم في الوقت المناسب، وان هي بتتسم بالتغذية العكسية وذات قيمة تنبؤية. طبعا قلنا ان كل الكلام ده بيتوافر في القيمة العادلة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك انه السعر اللي هيتم الحصول عليه عشان تبيع اصل، او اللي انت هتدفعه عشان تسوي التزام في معاوله منظمه ما بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. طبعا احنا عارفين ان ده بيعتبر هو القيمه العادله.
بعد كده بيقولك إنه المبلغ اللي هيتم بواسطته بيع أو شراء الأصل من خلال عملية تبادلية حقيقية ما بين أطراف راغبة في التبادل بعيد عن ظروف التسوية. ده طبعا إحنا عارفين إن المبلغ ده بيمثل القيمة العادلة بتاعة الأصل. بعد كده بيقولك القيمة التي تستحق، القيمة اللي بتستحق أو المبالغ اللي هتسددها من خلال عملية تبادلية حقيقية ما بين أطراف راغبة في العملية ومع استبعاد أثر التصفية. ده طبعا هنا طالما أنت بتتكلم عن قيمة هتستحق أو مبلغ أنت هتسدده يعني، فأنت هنا بتتكلم عن القيمة العادلة للالتزام. بعد كده السؤال رقم 23 بيقولك أنه يجب على المنشأة عند قياس A أن تأخذ في الاعتبار خصائص الأصل أو الالتزام زي حالة الأصل والموقع بتاعه والقيود المفروضة على بيع الأصل أو استخدامه. طبعا القيمة العادلة، لأن أنت بتقيم السعر بتاعه في السوق قد إيه. فأنت مثلا إذا أنت عندك أرض في المكان ألف هتكون قيمتها غير الأرض اللي في المكان ب مثلا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقولك إنه بتهدف إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد المركز المالي. طبعا قلنا إنه القيمة العادلة هي اللي بتساعدنا في إن إحنا نقيم بالقيم الأقرب إلى الحقيقة، وعلشان كده هي بتكون ملائمة جدا للتنبؤ يعني، أو بتحسن من دقة التنبؤ. بعد كده بيقولك إنه بتهدف إلى توفير معلومات مالية ذات موثوقية عالية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء الاستثمارات لوحدات ما. طبعا قلنا القيمة العادلة، لأن هي زي ما لسه قايلين بتوفر لنا القيم الأقرب إلى الواقع، فبالتالي بتكون ملائمة جدا في عملية اتخاذ القرار. طيب من شروط قياس القيمة العادلة للأصل والالتزام إن أنت عندك الأطراف يكونوا ذوي علاقة ولا يكون عندك أطراف غير ذوي علاقة، وإنه العملية تكون غير إجبارية. طبعا إحنا قلنا في الشروط انه لازم تكون الاطراف بتاعتك ملهمش علاقة ببعض، وانه العملية دي تكون مفهاش اجبار او مفيش ظروف يعني بتخلي هذه العملية اجبارية، فبالتالي الاجابة هتكون ب و ج مع بعض. بعد كده بيقولك انه بيشير مفهوم قياس القيمة العادلة الى ان انت بتقدر القيمة العادلة على اساس التكلفة ولا سعر السوق ولا نماذج التقييم. طبعا ان انت بتقدر القيمة العادلة يا اما بنستخدم السوق او نماذج التقييم. طيب بعد كده بيقولك انه التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة اولوية اعلى للاسعار المعلنة غير المعدلة في الاسواق النشطة للاصول او الالتزامات المطابقة واللي بتصنف ضمن مدخلات ايه. طبعا المستوى الاول للقيمة العادلة احنا قلنا انه بنستخدم المستوى الاول في حالة ان انت بيكون عندك سوق نشط، وفي سوق نشط يعني فبالتالي انت بتقدر توصل للاسعار بتاعه الاصول او الالتزامات بتاعتك يعني وفقا لهذا السوق. بعد كده وفقا لمدخلات ايه، فان المدخلات بتتمثل في وجود أسعار معلنة مرئية للأصول والالتزامات المطابقة في أسواق نشطة. لسه قايلين إنه ده المستوى الأول للقيمة العادلة. بعد كده بيقولك إنه بتوفر مدخلات إيه أفضل تقييم للقيمة العادلة، لأنه هو بيعتمد على مدخلات مرئية وقابلة للمشاهدة مباشرة. طبعا زي ما قلنا إن ديت هنا القيمة المستوى الأول للقيمة العادلة، لأنه زي ما قلنا إن السوق في الحالة ديت بيكون سوق نشط. طيب السؤال اللي بعد كده بيقولك انه بتستخدم مدخلات المستوى الاول من القيمة العادلة علشان نقدر القيمة العادلة للاصل او الالتزام او حق الملكية المماثل في حالة وجود. زي ما قلنا انه المستوى الاول ده معناها ان انا عندي سوق نشط. طيب تعتمد مدخلات ايه على الاسعار المعلنة لأصول والتزامات مماثلة أو مشابهة في الأسواق النشطة؟ زي ما قلت إن أنت في المستوى التاني أول حاجة بتعملها إن أنت بتشوف لو في عندك أي أصول مشابهة للأصل اللي أنت بتشتغل عليه، فبتبدأ تشوف أسعار، لو أنت السوق بتاع الأصل المشابه ده سوق نشط يعني، فبتبدأ تشوف الأسعار بتاعته إيه. فبالتالي هو هنا بيتكلم عن المستوى التاني للقيمة العادلة. طيب بتعتمد مدخلات إيه
على الأسعار المعلنة لأصول والتزامات مماثلة أو مطابقة في الأسواق غير النشطة. قلنا أنه تاني مستوى في القيمة العادلة، لو أنت شفت أول حاجة بنشوفها أنه هل في مثلا أصل أو التزام مماثل للأصل أو الالتزام اللي أنا شغالة عليه في سوق نشط ولا لا. لو ما لقيتش في سوق نشط ببدأ أدور على سوق غير نشط. طيب بعد كده عندما بتتحول، هنا بيقولك انه لما بتتحول مدخلات قياس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات من مدخلات غير مرئية إلى مدخلات مرئية في سوق غير نشط، يبقى أنت هنا بتنتقل إلى بيتم الانتقال من المستوى الثالث للقيمة العادلة إلى إيه؟ زي ما قلنا في المستويات الأول والثاني والثالث، فده هنا معناه إن إحنا هننتقل إلى المستوى الثاني. طيب بعد كده بيقولك إنه قياس القيمة العادلة باستخدام قياس القيمة العادلة باستخدام أسعار وبيانات السوق السائدة ممكن يتصنف ضمن مستوى أول ولا تاني ولا تالت ولا ألف وب مع بعض. طبعا هنا لو أنت هتستخدم بيانات السوق السائدة، لو أنت هتستخدم بيانات السوق السائدة للأصل نفسه يبقى أنت هنا في مستوى أول. لو أنت هتستخدم بيانات سوق سائدة لأصل مشابه للأصل اللي أنت شغال عليه يبقى أنت هنا بتشتغل على مستوى تاني، فبالتالي هنا الإجابة عندك هتكون ألف وب مع بعض. طيب بعد كده بيقول لك مدخلات ايه اللي بيتوافر فيها بيانات السوق وبتعتمد على اكبر قدر من الحكم الشخصي، مستوى اول للقيمة العادلة، مستوى التاني للقيمة العادلة، مستوى التالت للقيمة العادلة، ولا الف وجيم مع بعض؟ مستوى اول قيمة عادلة، مستوى تاني ولا تالت ولا الف وجيم مع بعض؟ طيب خلينا كده نتكلم فيه. لو انت بتتكلم عن السوق المستوى الاول فانت مفيش حكم شخصي اصلا في الموضوع. المستوى التاني بيبقى عندك هنا في بيانات للاصل بتاعك، فانت هنا تاني في المستوى الاول انت في عندك بيانات، في عندك بيانات في السوق بتاعك ومفيش اي حكم شخصي في الموضوع، فهنا ألف أو المستوى الأول مش هينفع. في المستوى الثاني أنت بيبقى عندك بيانات لأصول مشابهة، تمام، ولكن بيكون في قدر من التدخل أو من الحكم الشخصي. فبالتالي طالما أنت في هنا النقطة الأولى أن في بيانات، في المستوى الثاني بيبقى في بيانات في السوق بتاعك، في حكم شخصي، في حكم شخصي، فبالتالي ب هنا هتكون الإجابة الصحيحة. طب جيم ليه ما تنفعش؟ ليه المستوى الثالث ما ينفعش؟ لأنه مش هيبقى فيه أي بيانات متوفرة في السوق عندك، فبالتالي جيم هنا مش هتنفع. طيب بعد كده بيقولك في ظل إيه بيتم استخدام مدخلات غير مرئية لقياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام الأول ولا التاني ولا التالت ولا كل ما سبق. هي هنا يعني إيه مدخلات غير مرئية؟ مدخلات غير مرئية يعني إن أنت ما عندكش بيانات في السوق بتاعك، فأنهي مستوى من دول ما بيبقاش متوافر البيانات بتاعة السوق؟ في المستوى التالت. بعد كده بيقول لك مدخلات ايه ما بيتوفرش ليها بيانات سوق وبتعتمد على الحكم الشخصي تماما وبيتم صياغتها باستخدام افضل المعلومات المتاحه. اول حاجه لا يتوفر ليها بيانات في السوق، دي على طول تدخل على المستوى الايه طبعا وفيها حكم شخصي، فدي طبعا هتدخل ضمن المستوى الايه الثالث. طيب بتتزايد اخطاء قياس القيمه العادله في ظل الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ أنهي واحد من دول ما بتتوفرلوش؟ طبعا أنت طالما في معلومات يبقى هتقل نسبة الخطأ، إنما لو ما فيش معلومات هتزيد نسبة الخطأ، فبالتالي المستوى الثالث هنا هي الإجابة المظبوطة. طيب بتعتمد مدخلات إيه على الحكم والتقدير الشخصي بدرجات متفاوتة في تقدير القيمة العادلة؟ طبعا أنا قلت إن المستوى الأول أنت أصلا بيبقى عندك البيانات معلنة في السوق بتاعك، فأنت مش محتاج أصلا إنه يبقى في أي تقدير شخصي في الموضوع، فهنا بالتالي ب وجيم اللي هي المستوى الثاني والثالث هم دول اللي بيكون فيهم حكم شخصي، ولكن درجة الحكم الشخصي أو التقدير الشخصي بتكون متفاوتة ما بين المستوى الثاني والمستوى الثالث. طيب بعد كده بيقول لك انه بتدرج الارباح والخسائر المحققه في قائمه تدفقات نقديه ولا دخل شامل ولا دخل ولا كل ما سبق. طبعا لو الخسائر والارباح دي محققه فاحنا بندرجها في قائمه الايه الدخل. طيب لو كانت بقى غير محققه هتدرجها فين؟ في الدخل ولا الدخل الشامل الاخر؟ طبعا في الدخل الشامل الايه قائمه الدخل الايه الشامل. طبعا احنا عارفين ان قائمه التدفقات النقديه بتكون طبعا البيانات بتاعتها مختلفه يعني. طيب
طيب هنا بيقول لك إنه المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم إيه؟ رقم كام يعني؟ هو اللي تناول قياس القيمة العادلة. لو بصينا على المعايير الدولية هنلاقي إنه المعيار بتاع القيمة العادلة كان رقمه 13، إنما في المعايير المصرية هنلاقي إن رقمه كان 45. وبكده يكون نكون انتهينا من السيكشن يعني، وبالتوفيق إن شاء الله.